السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنلعب لعبة اسمها رابر روبرز. الصراحة اللعبة دي كنت لسه منزلها جديدة من بلاي ستور، وقلت اجرب انزلها يمكن تكون حلوة. واعتقد المفروض احط واحد بس قبل كل لما بخلي الباقيين يتحطوا، عشان لو هو مات ما خسرش خالص في اللعبة. فاحط واحد اشوفه، لو مات يبقى اغير الطريقة. شكل الدور ده هيبقى صعب اوي. هي حاليا اللعبة سهلة، اعتقد مش تنفع.